ما بين الاستغفار وسورة البقرة، كيف أصل إلى محبة الله لي وأني أحب الله جل في علاه؟ كيف يكون الحب متبادل بيني وبين الله جل في علاه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، كيف أكون أشد حبا لله؟ وإن كنتم تريدون أن يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن كيف الطريق؟ كيف أصل إلى هذا؟ وماذا يتأتى من كل هذا؟ من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله في حياته فقد فقد كل شيء. نسمع إلى هذا السؤال الذي هنا، يعني أنا شاب. نبدأ أول شيء على بركة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي وحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقرأ هذا السؤال، نقرأ هذا التعليق، ونسمع قصة، نسمع سؤال آخر عن سورة البقرة. أنا شاب، بدأت الاستغفار منذ بداية شهر رمضان، يعني 14 يوم، وصلت الآن إلى 40,000 استغفار بصيغة استغفر الله. لم أجد نتيجة، وأنا كثير الدعاء في شهر رمضان لا أجد نتيجة. أريد نصيحة، بارك الله فيكم. إخوتي ضاقت بي ولم أجد حل، وأصبح اليقين ضعيفا. اليوم تساقطت أمطار ضعيفة جدا على مدينتي. نسمع إن شاء الله. 14 يوم، كم مضى من العمر وإحنا نسيء الأدب إلى الله؟ هل ننهي هذا الأمر ب14 يوم؟ وهل هو الموضوع أنك أنت يعني النتيجة واضحة، النتيجة واضحة. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ومن الناس من يعبد الله على حرف. ففي هنا ناس تعبد الله على حرف، يعني والأخ، يعني فقط أريد أن أبين بعد أن نسمع إن شاء الله، أبين أنه ليس هكذا نتعامل مع الله. هذا أسلوب فيه قلة أدب مع الله، قلة أدب مع الله. جئت 14 يوم، هناك إخوة حفظ لكتاب الله، حفظ لكتاب الله سنة وهم يستغفروا. أخونا درسني وهو يستغفر، الله فتح علي، قضى عليها ديون. نعم، أنه حافظ لكتاب الله ومراجع لحفظ كتاب الله. فخلينا نسمع أول شيء السؤال الآخر في عن سورة البقرة. لكن برجاء أول شيء الإخوة الذين يرسلون أصوات تسجيلات صوتية، يعني شوي علينا من نعرف نسمع، يعني ما بنفع يشوشوا على التصويت على الصوت بعدين نطلعوا للإخوة فلا يفهموا ولا شيء. من يريد أن يدلي بدلوي وتكون شهادة أمام الله فليبين، يعني الصوت جميل واضح، ما في عيب إنك أنت تطلع صوت تسجيل صوتي ترجو فيه يعني وجه الله. هنا السؤال إن شاء الله، لحظة بس شوي. نعم، اسمع السؤال إن شاء الله. السلام عليكم أخت أم رفيدة، كل سنة وأنتي بخير وطيبة وبسعادة ورمضان كريم إن شاء الله. عندي بس سؤال أحب يعني أوجهه لحضرتك تسألي للأخ محمد حجازي. أنا كنت ملتزمة، مش هطول على حضرتك، أنا هقول السؤال يعني الموضوع مختصر. أنا كنت ملتزمة جدا بسورة البقرة، التزام الحمد لله كربنا أعني عليها شهرين أو 3 شهور، كنت بقرأها وكنت يعني ملتزمة بها التزام يعني التزام عظيم يعني من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله كان بفضل الله ونعمته علي الحمد لله. قطعتها فترة، المهم يعني ربنا أنعم علي بمعجزات بها الحمد لله وفضله وبرحمته. مش ده الموضوع ان انا انقطعت عنها بقالي فترة، بقيت اقرأها اللي هو متقطعة. طب شوية هقرأها، يعني مش عايزة اطول على حضرتك. كان اول بدايتي قبل ما التزم بيها، كنت لما باجي اقرأها كنت بشعر بشعور طلوع الروح، هو ده كان الشعور اللي انا بحسه ان انا خلاص هقرأها يعني الروح هتطلع. كان الموضوع كان بيبقى شديد، بس يعني
أنا فاته أسبوع من رمضان، كنت بقرأها متقطعة برضو مع الالتزام طبعا بكل يوم جزء، ويعني مع مشاغل البيت والأولاد وربنا يعين الجميع. المهم النهاردة حصل إن أنا بعد الفجر قررت إن أنا إن شاء الله بحول وقوته هلتزم بسورة البقرة، وهرجع ألتزم بيها تاني لشعوري إن أنا كأني يعني في دنيا غير الدنيا، فلازم يعني ربنا بعد عين ربنا يردني إليه ردا جميلا. كانت الأعراض زي ما بقول حضرتك كانت بشعور بالنور، فعلا بشعور بطلوع الروح والله العظيم، أو بشعور بتنميل إن أنا يعني في ثانية كلنا في ثانية. المهم الشعور النهاردة كان أشد 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 شعور حسيت بيه، فضلت اقول اللهم لا تقبض روحي الا وانت راض عني، اللهم لا تقبض روحي الا وانت راض عني. كل ده حصل في اقل من 5 دقائق، اقل من دقائق، يعني دقيقتين تلات، انا مش عارفه ليه. الاول تنميل في الرجل، تقل 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 زي ما يكون في 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 تنميل، مع عارفه لما كل واحد بيحس يعني الاشعار طلوع الروح من القدم يعني. فالمهم ده الشعور اللي انا حسيته، انا لسه دلوقتي لسه واخده نفسي. واول حاجه قلت ابعت لحضرتك ارجو الاجابه من حضرتك او من الاستاذ الاخ الشريف الجميل استاذ محمد حيازي، ارجوك رد عليا هل الشعور ده شعور انا ان شاء الله هستمر وربنا هيعني عليه، بس انا عايزه اعرف الشعور ده ايه، انا عايزه اعرف ده ايه، هل ده مرض نفسي، هل ده سحر، انا مش عارفه يعني. انا برضو من الناس اللي بتقول ايه الحسد مذكور، السحر مذكور في القران، كل ده مذكور في القران، بس انا بقول ربنا يعيني ويعين الجميع، ارجو الرد عليا، ارجو الرد عليا ارجوك. طبعا هنا هذا السؤال عند الاخوات في جروب اختنا ام رفيده، وهي ردت عليها وبعثت لي الرد كمان، وانا سارد ان شاء الله. خلينا نسمع رد اختنا ام رفيده. السلام عليكم. خلص لقول الاخت طلبت ان ابلغك سؤالها او اجيبها انا. الحقيقه انا اجبتها وحولت لك كذلك سؤالها، وانا قلت لها هذا ما يحدث لمن يترك سوره البقره، كانك قطعت حبلا بينك وبين الله، والله جل في علاه يقول كذلك جاءتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فسوره البقره طبيعي، من يتركها طبيعي. والله انا من 2006 قلت لها هذا الكلام، اخذتها لو تركتها يومين يعني اشعر كطفل رضيع فصل عن امه. حتى انا مره شفت حالي يعني تركتها يومين، فشفت انا كنت بشوف حالي يعني في الرؤيا لابسه تاج، فتركتها يومين، في اليوم الثالث قبل لا اقراها شفت الرؤيا التاليه، شفت التاج اللي بلبسه على راسي كانه اعوج، وهذا سلوكي اعوج. فسرتها مباشره هكذا وسريعا قرات يعني سوره البقره، والحمد لله سوره البقره لا تترك، تركها حسره، وهذا هو. أنا قلت لها هذا الكلام لك، حولت لك سؤالها لأني وعدتها أني سأحوله. طيب جميل، جزاه الله خير أختنا أم رفيدة على هذا الجواب. لحظة شوي. نعم، في بعض أسئلة يعني عذرا، في بعض أسئلة لازم أجيب عليها، لأنه في أسئلة شوي هيك بتتكرر وشوي مش واضحة. يعني السائل يسأل كيف يعني المطر؟ لما فهمت أتقصد إن المكان الذي فيه يقع فيه مطر، يعني الذي أنا فيه يقع فيه مطر، أم تقصد رؤية؟ طبعا هذا الكرام إحنا قلنا إن شاء الله بالدرس الذي فات علامة إنه الله جل في علاه غفر في سورة نوح، فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا، فإذا غفر يرسل السماء عليكم مدرارا. إحنا اليوم في فصل الشتاء والموضوع شوي خربط. ليش؟ لأنه إحنا فصل الشتاء من طبيعي أنها يمطر، الله يعني استفدنا على الربيع صحيح، لكن من الطبيعي في بعض البلاد أنها تمطر كل السنة. طيب كيف بدي أعرف أنه هذا مطر الاستغفار؟ أول إشي ما مش بيوم ويومين أنت بتفوت على الاستغفار فبصير مطر، مش بيوم ويومين حتى لو كان مطر. هذا بالصيف ستراه واضحا جليا أنه مطر الاستغفار. نعم، لأنه لا تمطر، إحنا بنتكلم على بلاد لا تمطر. يعني كان عندي إخوي يعني المطر في الصحاري لم يمطروا حتى بكل السنة، لكن أمطرهم الله بالصيف وبالصحاري وعدة مرات. ما
هذا مفهوم إنه هذا هو مطر الاستغفار. وبالصيف عندما يكون بالعادي لا يمطر لا يعني لا تمطر بلادكم في الصيف، يعني في العادي لا تمطر، إذا كانها كبلادكم تمطر فهذا شيء آخر، هناك رؤى تبين إن المطر هو مطر الاستغفار. ثم خلينا نبقى في الذين يعني الطقس عندهم مثلا ما فيش مطر، عندنا جفاف كل الوقت جفاف يستسقوا ما فيش مطر، ولكني أنا لازمت الاستغفار لو ربما 4 أسابيع 5 أسابيع هكذا، وأنا مكثر أنا مجتهد بالاستغفار، وأمطر الله السماء ورأيت رؤى في هذا المطر جميل، خلاص هذا هو مطر الاستغفار. بعده يأتي الانشراح في الصدر مثلا، إنك أنت تبدأ أمورك تتحلحل، يبدأ التعطيل، كثير من أنواع التعطيل تنتهي معك، أمور خلاص عمال يتغير حالك، أنت عمال تشعر أنك عمال يتغير حالك. نعم، فمش يومين أنا بستغفر نزل مطر معناها خلاص هذا هو مطر الاستغفار، لا يا أخوتي، كل واحد يقول أمطرت خلال يومين، لا، ما أنا لا أقبل هذا الكلام، لا أقبله والله، مش بيومين الله يغفر لنا، لا يا جماعة، سنين من الذنوب سيئات أسأناها للناس، ما بيومين الله بيمطرنا، يعني على أقل حال بده شهر، أقل حال، وهذا للمجتهد، يعني بدك يعني عن جد مجتهد وأكثرت وأنت مصدق ومقبل على الله بكلك، تركت ذنوبك وأقبلت على الله، عشان أبين مش كل واحد نزل عنده مطر معناه هو مطر الاستغفار. وصلت؟ بعدين لو بده يكتب إني أمطرت يقول أنا إحنا بمنطقتنا لا نمطر، لا يمطر، أو إننا نحن رأيت رؤى في المنام إننا في مطر وجاء المطر حقيقة، ولي بالاستغفار مثلا شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا، أما يومين ثلاثة وأنت استغفرت نزل مطر، لا مش هكذا، ليس هكذا، لربما إحنا فصل الشتاء، بالصيف قد يكون الأمر يختلف، في مناطق لا تمطر مفهوم، لكن إذا المطر بينزل في الصيف في مناطق من طبيعتها إنه ينزل بالصيف، المناطق الاستوائية مثلا، معناها ننتظر الرؤى، ننتظر إنه الانفراج في الأمور والشعور إن شاء الله. نعود إلى الأخ الذي قال إني استغفرت الله يعني منذ بداية رمضان، يعني 14 يوم، شايف 14 يوم نزل عنده بعد قطرات من المطر، بعد قطرات من المطر إحنا لازلنا إيش قلنا في الربيع، لا أدري هاي بلاده هي تمطر ولا لا تمطر، ولا يعني ينتهي المطر في الربيع، فلا أدري صراحة، لكنه هو بعده في أول المشوار، قد يكون حقيقة إنه هذا المطر الخفيف هو بداية الفتح، قد يكون، نعم قد يكون إشارة ربانية يعني استمر، نعم، لكنك أنت تشترط على الله إني صلي أسبوعين، شو كنت تعمل قبل أسبوعين يا أخي؟ إن كنت في أي شهوات مغموس ولا أي ذنوب مغموس، وإن كنت يعني عن جد إحنا من نتوب إلى الله أول يوم ثاني يوم نفوت على الجنة، يعني هكذا، يعني من أول يوم نتوب إلى الله ونبدأ الاستغفار، وثاني يوم تبدأ الأموال تأتي والأرزاق تأتي وكل شيء، لا يا أخي، يا أخي الله جل في علاه يريدك أن تعرفه، الله منعك عشان أنت بتعرفوش، أنت ما بتعرف الله، والله بدك تعرفه، كيف بدك تعرفه؟ كما عرفه صحابة رسول الله، هل ممنوع تعرفه؟ لا، مسموح تعرفه، بس لكنك تجاهد نفسك أنت تعرف أوامر الله، بتعرف الصلاة، بتعرف الصيام، بتعرف الحج، بتعرف الزكاة، بتعرف الوضوء، بتعرف الزواج، بتعرف كل هاي الأمور، كيف تبيع، كيف تشتري، لكن تعرف، هل تعرف كيف يستجيب الله، متى يستجيب الله، ولمن يستجيب الله، ومتى يستجيب الله، ولماذا لا يستجيب الله، وما هو المانع بيننا وبين الله، ما الذي حجبنا عن الله، لماذا ندعو الله ولا يستجيب، لماذا يقول لنا يوم الجمعة إليك دعوة مستجابة، وفي رمضان إليك دعوة مستجابة كل يوم بعد الإفطار، ولا يستجيب الله لنا سنين ولا لنا ليلة القدر، يقدر لنا مقدير ولا لم يقدر الله لنا إلا من سوء إلى أسوأ، لماذا؟ لأن البوصلة خربانة، يعني أنت توجهك الدنيا، من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله عليه أمره وجعل الأرض تحته هوية، طيب شو أعمل يعني؟ طيب وإذا كان همي الآخرة، كيف تكون همي الآخرة؟ يعني بدي أعبد الله وأتفقد كل شيء أرضي الله، طيب إن كان همي الآخرة أني أريد مرضات الله يعني والجنة وهكذا، شو بيصير معي أنا بالنسبة للدنيا؟ ما أنا بالآخر بدي أرزاق وبدي أعيش حياة طيبة في هذه الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، من رأى الله جل في علاه بيقول لك من كان همه الآخرة
جعل الله غناه في صدره. شو يعني؟ مش رايح تحتاج ولا شيء، ما انه الذي مانعك، الذي مانعك هو الله. فاذا ازال المنع عنك بطل انت بحاجه ولا لاي شيء. اليوم انت ممنوع برمضان، انت ممنوع توكل ولا شيء، فش توكل، فش اكل، لا اكل ولا شرب. عندما يؤذن المغرب بصير كل شيء مسموح. عندما ينتقل همك الى الاخره كل المنع، فش عندي اولاد، فش عندي ارزاق، انا مديون، انا خربان بيتي، انا بدي اطلق، انا مريض، انا كل هذه المنع هذا، وحياه قتل وحياه مره. عندما يكون انقل همي الى الاخره وابحث عن مرضات الله، هيك بدي ابحث عن هذا يرضي الله ولا لا يرضي الله، شو بصير؟ يرفع المنع. انت ممنوع عن الطعام في رمضان، اذن المغرب خلاص انت مسموح توكل. وانت عندما تقبل على الله بكلك تبحث عن مرضات الله ببطل عندك منع. ينتهي الدين، ينتهي المرض، ينتهي الاسقام، ينتهي كل شيء، كل تعطيل عندك ينتهي. ليش؟ لانك انت بدات تعبد الله كما يريد الله، وبدات تبحث عن الله، وبدا الله يكون عندك. والذين امنوا اشد حبا لله. فانت يا اخي المستغفر 40,000 مره، انت بتستغفر لدنيا تريد ان تصيبها، والله يريدك للاخره. الله يريدك ان تبلغ ايه، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتنهون عن المنكر. نعم، انت لازم تكون مراه، صوره لدين الله. إنسان مسلم اسمه مسلم يعني لازم يكون ذو أخلاق عالية، يعرف الله، يحب الله، يراقب الله، مش خداع، مش مكار، مش سراق، مش نصاب، مش غشاش، هكذا يعني يعبد الله ويراقب الله ويحب الله ويبدي أوامر الله على أوامر البشر. فعنشان يستقيم أمرك أول إشي، عنشان ينشرح صدرك، عنشان ينشرح صدرك تبقى تبدأ تفهم هذه الدروس اللي منزلها. أنت ما تستغفر، فنزلت أكم من قطرة من المطر، لربما إن شاء الله تكون من مطر الاستغفار، وأنا بينت شو يعني مطر الاستغفار. مطر هو مرحلة ما بين أنك أنت عندما تلزم الاستغفار عن جد. أنا إلي مدي بستغفر، صلي 3-4 أشهر عمال أستغفر، وأنا تايب إلى الله، وأنا مقبل إلى الله، وكلي مع الله جل في علاه. ما في عندي تكشف، ما في عندي لبس ضيق، ما في عندي طلاء، ما في عندي عري، ما في عندي شعر فالت، ما في عندي غيبي، ما في عندي نميمي، ما في عندي قروض ربوية. يعني إنسان متقي، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني إنسان متقي مش مخربها وماسك مسبحها، مش مخربها وماسك مسبحها، عمال يستغفر، عمال يخرب في دين الله ويخرب المتابعين كمان معه. صار لي زمان بستغفر ومش صاير إشي، وانت بعدك الذي انت عليه. المعصية لازلت مصر عليها، تأخير الصلاة لازلت مصر عليها. مثلا انا بحكي لأي شخص، تكشفك انت لازلت مصر عليه، يعني بداءة اللسان لازالت مستمرة، سوء الخلق لازال مستمر، حياتك بعدها انت، لكن فقط انت ماسك مسبح وبدك تستغفر تستغفر تستغفر. امطر السماء يعني الله امطر السماء يعني، وبعدين يعني لا تريد ان تتوب يعني، لا تريد أن تترك يعني. الله ربما أعطاك إشارة، أعطاك إشارة نعم، فأقبل الله يترك يا أخي. يعني إحنا منتشعب لكن نصل إن إحنا الله يريد منه هدف واحد، هو أن تعبد الله وأنت تعرفه. أنت بتعرف أوامر الله، بتصلي بتصلي بتصلي، وبتركض بتركض، بتقرأ قرآن، بتختم بتختم بتختم. لمين بتختم أنت يا أخي؟ أنت بتعرف الله؟ حتى لو ختمت، حتى لو حافظ الله، يعني إذا رفعت يديك لله يعني يستجيب الله لك ولا شيء؟ ولا كله خرباني خرباني. هاي أخونا إدريس الله يوفقه ويفتح عليه ويرضى عليه، إن شاء الله يكون يعني أموره زادت خير إن شاء الله. هذا الأخ المغربي الحافظ لكتاب الله، كان حافظ لكتاب يحفظ الله ويتمكن من حفظ الله والحفظ لكتاب الله ويحفظ ويحفظ ويحفظ، لكن أموره معطلة. عندما كان عنده قرض ربوي، عندما لزم الاستغفار الله سهل له أن يترك القرض الربوي، وهكذا أموره تيسرت، أموره ما شاء الله تحسنت. فأنت يا أخي يعني انت وين رايح؟ انت فقط تستغفر عشان الله يقضي عنك دين وتبقى فيما انت عليه؟ انت عليك ان تعرف الله. انت لا تعبد الله من الناس ما يعبد الله على حرف، او من الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وما لهم في الاخره من ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وما له في الاخره من خلاق، ومنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يعني اولئك لهم نصيب مما كسبوا. يعني احنا بدنا الدنيا واخره،
الله يعطيني أقضي ديني ولكني بدي أعرف الله، بدي أعبد الله. طب أنا كيف بدي أعرف الله؟ بدنا نفوت على سورة البقرة، نفوت على سورة البقرة، لأنه معرفة سورة معرفة الله جل في علاه لن تصل إليه بدون سورة البقرة، لن تصل إليه بدون سورة البقرة. لو حفظت كل كتب، حفظت كتاب الله وكل الكتب، ما مش رايح تصل لمعرفة الله. يعني شو يعني معرفة الله؟ يعني الصحابة رسول الله عرفوا الله من خلال عرفوا الله، يعني سألوا الله عن كل شيء فأعطاهم الله جل في علاه. وأنت ممكن أنك تصل إلى هذا الموصول، فلا تكون من الخط العريض للناس. يعني أكثر الناس لا يعلمون، لا يفقهون، لا هكذا. لكن كون من الخاصة الخاصة الذين يذكرهم الله في الملأ الأعلى، يحبهم الله، يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نتبع رسول الله، كيف نتبع رسول الله؟ شو عمل؟ نعم، هذا سنصل إليه بالحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. نعم، الفرائض، صلاة، صيام، حج، زكاة، هذا أن نعيشه يا جماعة، لأنه إحنا جماعة في ذيل الأمم. إحنا بنبحث وراء فقط لعاعة من هذه الدنيا، نبحث عن مال، نبحث عن زواج، نبحث عن ولد، نبحث عن أرض، نبحث عن شغل وهكذا. وبعدين إلى أين هذه أمة ستنهض إذا جوعاني هذه الأمة؟ لكن لماذا الله منعنا ومجوعنا؟ لأننا نلحث وراء الدنيا. ما كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. متى يغنينا الله؟ عندما تكون همنا الآخرة، مرضاة الله، ومعرفة الله، والقرب من الله. لماذا تحفظ كتاب الله؟ بدي أحفظ عشان أصير أنا الحافظ، يعني عشان تلبس تاج. طيب وبعدين؟ بعدين شو بعدين؟ والأمي هاي، الأمي لمن نتركها؟ لماذا لا تدعو للأمة؟ لماذا لا تصر على مثلا على الأمة أنك تنصحها؟ لماذا ما إن تسمع فلان تكلم إلا أنت يعني تسبه وتشتمه؟ حتى في التعليقات تريثوا يا أخوتي، تريثوا في التعليقات. في ناس قلوبها وألسنتها كحد السيف والله، وقلوبها قاسية كالحديد. نعم، قلوبها، لأن الحجارة أهون شوي، وإنما الحجارة ما يتفجر منه الأنهار. لكن في ناس هكذا، خلصنا يا أخي، أنا ما جاي تخلصك. إذا بدك تخلص اطلع من القناة، بارك الله فيك. وأنت لا ترد عليه بقساوة كمان، لأنك أنت بتفوت على باب إن الله لا يرحمك. المتابعين كونوا رحماء بينكم يا أخوتي. من عنده ألف سؤال سنرد عليه، أما من يطعن فلا حاجة لنا به. الله يهدي ويخرج من القناة وخلص، مشكور، يذهب إلى أينما يريد. أنا أعتذر أني أنا بذهب هنا وهناك، لكن البوصلة هي على معرفة الله. فإني أنا بستغفر 40,000 مرة، فعلي أني أنا الاستغفار فيه استمرارية. من لزم الاستغفار؟ فأنت تستمر حتى تلقى الله. قديش؟ 20,000، قصدي شهر، شهرين، ثلاثة، ست سنين، 60 سنة، حتى تلقى الله. نعم، سترى العجب من هذا الاستغفار. الله يريد أن يسقلك، يريد أن يرى منك الصدق، يريد أن يطهرك. نعم، يريد الله يطهرك، يريد أن تكون عندك في ميزان حسناتك جبال من الاستغفار. عشان أول أنت أسأت الأدب لله عندما تجرأت وكذبت على الناس وسبيتها وشتمتها، ثم الناس إلها عليك حق بحديث المفلس، سترد الحقوق وتفلس والعياذ بالله. فالله يريد بك خير، اصبر واستمر ولا تستعجل على الله. ما تيجي تمن على الله انك عمال تستغفر، لا 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 لا، اسحك اياك من هذا العمل. يا اخي انا استغفرت مبين علي، ولا تروح جهنم، تفضل روح وين بدك. الله غني عنا يا جماعه، الله بيعطينا السبل كيف نصل الى الجنه، واحنا نقول لا مكثرها علينا. بلاش، خليك تصل الى والعياذ بالله الى جهنم، وبعدين هيك هذا هو انتهى الموضوع معك. او اذا بدك تبرم برمات هكذا، تبرم مكانك دوائر دوائر دوائر، والمشوار قريب. اصبر، الزم الاستغفار، ايات صريحه: ما كان الله معذبهم هم يستغفرون، فيش عذاب، لكن في مرحله لازم تتخطاها، الا وهي ان شاء الله المطر، ومش مباشره بعد المطر انت صرت ملاك، لا، انت بدات المشوار الصحيح. بعد المطر ان شاء الله، المطر مش اللي اول يوم مطر والشتاء ما ينزل وتقولي انا امطرنا مره ومرتين ثلاثه، لا، انا لا اقبل هذا الكلام. مطر المجتهد،
مطر له يعني شهرين ثلاثة 30,000 يسهر الليالي على استغفاره، عنده خلوات بالاستغفار، يستغفر ويستغفر مصدق انه الاستغفار سيأتي بالرحمة. نعم استغفار سيأتي بكل شيء ان شاء الله، ما كان الله معذبهم يستغفرون، مفتاح المغاليق الاستغفار. كانت ضايعة ولقاها، كانت ضايعة انه الاستغفار الذنوب الله يعذبنا فيها يحولها الى امراض واسقام وديون وهم وكرب وكل شيء. فانا فهمت انه الذنب الله يحوله هكذا، ما بينفعنا فيه سيد الاستغفار ولا ينفعنا ولا اي شيء فيه الا ان نتوقف ثم نقبل على الله بلزوم الاستغفار. نعم عندما ننتهي مثلا من الذين الله فتح عليهم بالاستغفار وهم لا زالوا مستغفرين لهم سنة سنتين وأذنب ذنب، هذا بينفع معه سيد الاستغفار، وهذا معه بينفع معه التسبيح، من سبح الله سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الله له ما كان من ذنوبه. نعم هذا بينفع معه لأنه الله قد غفر، عنده جبال من الاستغفار. أما لم خربها وبعده مبتدئ، لا يا أخي أصبر، وذاك ستكون الصلاة للصلاة كفارة لأنه عرف حدوده مع الله. فهمت؟ هنا نصل إلى بداية استجابات الدعاء. لكن حب الله بده سورة البقرة. فالأخت التي حصل معها ما حصل منها هجوم الشياطين، يا جماعة أنا قلت لكم أنت عندما تقرر أن تأخذ سورة البقرة، أنت كنت عايش مع شياطين، حبايب قرايب أصحاب على الآخر مكيفين على بعض، يأكل معك يشرب معك يجامع معك يفعل كل الأفعيل معك يسافر معك يخرج معك يركب بالسيارة معك، هاي شياطينك كلياتها. نعم فأنت اليوم بدأت تقرأ سورة البقرة أو انقلبت، تخيل واحد كاين فاتح خمارة وفجأة صار يقرأ قرآن، قال لك هذا انقلب علينا، وانت هيك عملت فيه هذا الشيطان، انقلبت عليه بسورة البقرة وصفعته وكأنك صفعته صفع على وجهه، فهو يريد أن يرد الصفعة، يريدك أن تخرج من هذه الدائرة التي دخلت عليها، دائرة القرب من الله، لأنه قربك من الله معناه محرقة لهم أو طرد لهم أو إهلاكهم، فهو يريد أن يخرجك من هذه الدائرة. فبالمشاكل بالأحلام المزعجة بالطفح الجلدي في خنقة في الصدر في أحلام مزعجة في مشاكل بالبيت في الشغل تبدأ المشاكل، يريد أن يخرجك من هذه الدائرة، ولكن المشوار قصير مش طويل. يعني المجتهد الذي تاب من ذنبه، من الذي يمشي بمسارين، يقرأ سورة البقرة ولا زال يلبس الضيق ولا زالت متكشفة ولا زالت في الغيبة والنميمة وتستغفر وتقرأ البقرة ولا زال غشاش ولا زال يرابي، وهذا مشوار طويل كثير والمشاكل ستزداد أكثر وأكثر، لأن الله سيسلطهم ويؤزهم عليك أزاً أزاً، لأنك بتلعب في دين الله، أنت تتسخر من دين الله، انت ماسك مسبحة وبتستغفر ومعك سورة البقرة وعمال تقرأ سورة البقرة، ولا زلت انت بالتدخين، ولا زلت انت بالحشيش والأرجيلي، ولا زلت في كرة القدم التي لا تنتهي، يعني انت ماشي في مسارين، انت مين انت لم تري الله انك خلص انا عمال يعني اجاهد نفسي اترك كل الذنوب، فانا لا اريد ان البس الضيق وانا لا اريد ان اخرج متعطرة ولا اريد ان اعمل النمص هذا ولا الوصل ولا كل هذه الامور ولا البناطيل الضيقة البنات ولا إني أنا غيب ونميمة وقروض ربوية وإباحيات، في أخوي بيقولوا لنا ما تقولوش الكلمة، طيب الأفلام اللي هي أفلام الله أكبر، فكل هذه عليك أن تنتهي منها يا أخي، ثم تلزم الاستغفار وسورة البقرة. أنا قلت لك بال 2015 شمرت بكلي، فالحمد لله رب العالمين، فضل من الله أنا اليوم الله مشغلني في القناة برد عليك بستغفر سورة البقرة قرآن ذكر كل اليوم، فالحمد لله رب العالمين، مبسوط أموري مرتبة أموري ما شاء الله ماشي، حياتي طيبة كريمة على أحسن ما يكون والحمد لله رب العالمين، ما كنت لآتي بأفضل منها لو كانت عندي تجارات واصل السماء، واصل يعني أمريكا التجارات، ما كنت لآتي بحياة أفضل من هاي التي أعيشها، والله يا جماعة والله أقسم بالله، والله يا الله أخرجني من دائرة هذه المعميكي، هذه من كان همه الدنيا، ما أنت تجارتك بدك تمشيها وعقلك فيها مش معناها تترك، الله بيأخذك إلى الوجهة الصحيحة. فمن أخذ سورة البقرة فعليه أن يأخذها بجد ويحملها محمل الجد، نعم يأخذها بكل قوة، نعم سورة البقرة مش لعبة، أنت عمال مسكت محرقة للشياطين، فإذا أنت رخو في المحرقة سيهلكوك، ثم كيف تبدأ بسورة البقرة
وتأخذها مدي وتشترى من خيرها ثم تتركها، كيف؟ مش فاهم أنا. يعني سبحان الله، لربما الذي أخذها سمع من واحد للثاني. يعني سورة البقرة جميلة هكذا، والله عندما سمعت درس، يعني سمعت الحديث اقرأ البقرة فإن أخذ بركة وترك حصرة ولا تستطيع البطلة، يعني وكأنها كانت ضايعة ولقيتها. لابد، هذا حديث صحيح، لابد إنه في شيء عظيم في هذا الحديث، لابد، لكني ما بعرف شو هو حجمه، شو فيه هذا الحديث، قديش عظمته. أنا ظننت بداية الدولار، دولارين يعني بركة، والساعة اليوم وكأنه يومين، يعني اليوم بطول وجميل وهكذا. لكن بدأت تتكشف معي سورة البقرة عندما شمرت فيها وأكثرت منها فقط 4 مرات يوميا. وأنا قلت للإخوة لا تأخذوا سورة البقرة المبتدئين في رمضان، أنا نبهت لا تأخذوا سورة البقرة في رمضان، خليكوا في الختمات، إلزموا الاستغفار. نعم الاستغفار مع الختمات جميل، بعد رمضان نتكلم موضوع آخر. ودائما قلت للإخوة أن يلزموا الاستغفار أولا، ولا بده يقرأ سورة البقرة، في تحصينات، في تحصينات لسورة البقرة بيّنت مرارا وتكرارا. على كل حال إن شاء الله سأضع روابط أقفال سورة البقرة، أقفال سورة البقرة، لسورة البقرة مراحل، يعني أقفال، أقفال صعبة. فعندما تتخطى هذه وين بتصل أنت؟ عندما تكسر القفل الثاني وتصل إلى الثالث بدأت محبة الله عندك، بدأت تشعر أنك أنت تحب الطاعة. القفل الأول تطرد الشيطان من البيت وتخلص منه وتخلص، نعم. القفل الثاني خلاصة الكلام تبطل أصحارك كلها وتبطل الخزعبلات وسقطاتك كلها. القفل الثاني، المرحلة الثانية، طبعا هذه 4 مرات قراءة سورة البقرة مش مرة. أختنا أم رفيدة كانت تقرأ مرة، عندما قرأت لها 4 مرات تغير الحال معها، وكل الذين قرأوا كانوا يقرأوا سورة البقرة يعني مدة طويلة، عندما أخذوا سورة البقرة 4 مرات تغير الحال معهم، وهي فترة وجيزة. يعني لربما في هناك عندنا أخت حافظة لكتاب الله يعني بالقراءة الأشهر، قالت إنها أخذ معها 4 أشهر، يعني إنها حافظة لكتاب الله، معلمة اللي تعلمت شريعة ومن أهل الدين كي بيقولوها، لا نزكي على الله، ولكن 4 أشهر قراءة سورة البقرة 4 مرات، وكانت خلاصها من هذا التعطيل الذي دام سنين، وهي حافظة لكتاب الله بالقراءة الأشهر. المهم، من يريد القرب والولاية وأن يتقرب إلى الله ويخلص من كل هذا الذي كل يوم مشاكل، مش فاهم حياته، دائما في تعطيل، دائما في وسواس قهري. هذا كلام يصل إلى الإخوة الذين عندهم وسواس قهري. نعم، عليك أن تدخل إلى الأقفال 4، فبالقفل الثاني ستكسر هذا الوسواس كله، ستكسره أبدا 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 بالقفل الثاني والمرحلة الثانية التي ستبطل أصحارك وتبطل هذه الوساوس وتبطل كل شيء يدور في خلدك من يعني همك الدنيا، وينتقل بالقفل الثالث همك إلى الآخرة، إلى القرب، إلى مرضات الله، إنك يعني تحب الطاعة وتكره المعصية. القفل الثالث هي مرحلة، هي الثاني والثالث تقريبا مرحلة واحدة، الثاني والثالث تقريبا تشلح السقطات وتبدأ في حب الطاعات بإذن الله تعالى. والقفل الرابع هو مرحلة بعد لربما 400-500 مرة من قراءة سورة البقرة، 600 مرة من قراءة سورة البقرة، لكن يزداد. يعني الناس التي تعيش مع سورة البقرة، تعيش، أنا أعيش مع سورة البقرة من 28/9/2019 إلى يومنا هذا، لكني أكثرت طبعا. وهناك مثلا أختنا أم رفيدة قالت من 2006 لربما هي تقرأ سورة البقرة، هناك ناس تقرأ سورة البقرة لربما 10-12 سنة 20 سنة وهي تقرأ سورة البقرة يوميا. في ناس بتحب سورة البقرة وتقرأها، لكن عندما تصل إلى 4 مرات سيتغير حالك. نعم، من إني أنا يعني من إشي بحبه إلى شيء آخر، آخر، عالم آخر مع سورة البقرة بال4 مرات، هي من المجربات. فبعد ذلك تصل إلى العلم، العلم الذي من عند الله، لأنه قلنا لا يمكن أنك تحقق من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه. فالفرائض التي فرضها الله عليك، الصلاة والصيام والحج والزكاة، ولكن كلما ما نهاك الله عنه. طيب كيف أنا أنتهي؟ سورة البقرة تنهيك من هذا، سورة البقرة في القفل الثاني ستنهي هذا كله، فهمت؟ فستستطيع أن تكون من الذين وأحب إلي ما عبدي فيما أحب إلي عبدي فيما افترضت عليه. أنت الفرائض
تأتيها بكل إريحية مع سورة البقرة. وبعد ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل في الاستغفار، في قراءة القرآن، في قراءة البقرة كمان مرة، والذكر والحسنات، هذه كليات النوافل حتى أحبه. نعم، إذا أحبك الله، إذا وجدت الله فقد وجدت كل شيء. حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويدي التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيدنه. فهمت لما عندما قال إن كنتم تريدون أن يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله، قال رسول الله إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فأنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ليش؟ لأنك أنت على خلق حسن. أدبتك سورة البقرة، صقلتك من جديد سورة البقرة، أعادت لك الفطرة السليمة سورة البقرة، حسنتك وهذبت أخلاقك سورة البقرة، فهمتك مفهوم الرزق بفضل الله طبعا سورة البقرة. أنا لا أفهم شيء بدون سورة البقرة، ولا أعرف شيء بدون سورة البقرة، ولا أعرف أنطق بكلمتين على بعض. والله والله كل فضل من الله بسورة البقرة. سورة البقرة فيها شيء وكأن وازع يدفعك لتحدث الناس عن الخير الذي وجدته. نعم، يعني تدفعك دفعا سورة البقرة، هذه من أفعال سورة البقرة. فهمت؟ كل الذي تسمعه وتراه وتسمعه مني هو من أفعال سورة البقرة. فيه جزاء الله، أنا أقرأ والله يجازيني على هذا العمل إنك أنت تسمع هذا الكلام. واتقوا الله ويعلمكم الله. لا يمكن أن تصل إلى التقوى بدون سورة البقرة. سيبقى عندك الأنا، سيبقى عندك الأنا الكبيرة، هذا أنا خير منه، أنا أعلم منه، أنا أشطر منه، أنا تعلمت، أنا درست، أنا التاجر، أنا ابن فلان الفلاني، أنا نسبي كذا، أنا أنا أنا. هذه الأنا التي يمحق الله فيها كل الخير. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوى، والتقوى ها هنا مش بعدد حفظي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل. فاليوم الثاني قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، قال فدخل نفس الرجل. واليوم الثالث قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل في اليوم الثالث نفس الرجل. ثلاث مرات، ثلاث أيام متتالية يدخل نفس الرجل. فتتبعوه الصحابة حتى عرفوا، يعني بآخر خلاصة الحديث قالوا يا أخي ما وجدناك كثير عبادة أكثر منا، ولكن يعني ماذا، يعني ما الذي بينك وبين الله حتى تكون من أهل الجنة؟ قال والله إني أبيت وليس في قلبي غل على المسلمين. فهمت؟ تعرف تنام هيك؟ ولا أنت حاسد، ولا أنت حاقد، ولا أنت عينيك على فلوس جارك، فلوس أخوك، مرتبة أخوك، هكذا ننظر، نحسد، نحقد. لا يروقنا. سورة البقرة ستهذبك. سورة البقرة ستجعلك تزهد فيما عند أخوك وعند غيرك، وتعرف أن رزقك قد كتبه الله لك، وليس ولن يأخذ منك أحد شيء، ولن تأخذ من عندي أحد شيء. فالهجوم الذي يحصل أنت لهذا الأخت، الهجوم الذي حصل لأنها هي رجعت، يعني هي تركت سورة البقرة، يعني كانت أمورها مرتبة ثم تركت سورة البقرة، مكنت الشياطين منها، رجعت الشياطين بقوة إليها. وهكذا لو أن تركت سورة البقرة ثلاثة أيام ستعود إلي الشياطين نفس الشيء، وتدخل إلى البيت على فضل. يعني إذا أنا بقرأ سورة البقرة خارج البيت ولا تستطيع علي، لكن ستدخل على البيت وتعمل الأفعيل حتى بهذا اليوم. نعم، إذا أنا أقرأ سورة البقرة خارج البيت ستدخل إلى البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة البقرة في بيته لا يدخل شيطان ثلاثة أيام. فإذا أنا بقرأها خارج البيت سيدخل الشيطان ويعمل مشاكل. عشان هيك إحنا من نراقب. فأنت تركتي سورة البقرة، رجعت الشياطين ورجعت تمكنت منك أكثر وأكثر. لا تريد أن تفلتك، يريدك أنت يعني تتبع، أنت محرقة هذه سورة البقرة لهم، فكيف تعودي لها؟ لا يريدون أن تعودي لها. مفهوم؟ فترك حصرة، لا تترك سورة البقرة. ثم تحصنوا، شغلوا سورة البقرة داخل البيت من الموبايل، بل عدا عن قراءة سورة البقرة في البيت شغلوا سورة البقرة من الموبايل. أنا لا أنام، كل ليلة أنام على سورة البقرة، عندي رقية تخصني وقد نزلت رقية في سورة البقرة، كل يوم أنا أنام عليها، كل يوم كل يوم أدهن نفسي بزيت المقروء عليها، أذكار الصباح المساء
نعم أذكار النوم أنا أذكرها، والتفل والنفث هذا كله كل يوم لا أستطيع أن أغمض عيني إذا لا أفعل هذا الذي أفعله. والزيت المرقي كمان، نعم الزيت المرقي إضع على الزيت نقطة من الزيت هكذا داخل الأنف، داخل الأنف، داخل الأذن، داخل الأذن، ثم أمسح قليل جدا قليل هكذا، وإن أنت بتشعر في أوجاع رش البيت يعني زوايا البيت في ماء المرقي مش بحر، وإن شاء الله أمورك ستتسهل. أعتذر الفيديو طال، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هكذا نعرف الله، نعرف الله من خلال بلغوا عني ولو آية، نعيش الاستغفار حتى نقطف ثمار الاستغفار بالاستمرارية، مصدقين ما كان الله ليعذبهم ما أنت فيه، ما كان الله معذبهم ما يستغفرون بالاستغفار، الله يرزق، الله يقضي عنا ديوننا بالاستغفار، ينهدم الصور أو الساتر أو الحجاب الذي بيننا وبين الله، فتكشف لنا يعني يبدأ عطاء الله لنا هذه الذنوب ننتهي عنها، لا نصر على ذنب حتى لو وقعنا في ذنب، لا نصر على ذنوب، نترك الذنوب، نبدأ نقبل على الله، ولا نكتب تعليقات إني أنا لي سنة بستغفر ولم يتغير لي حال، وأنت مصر على الإباحيات مثلا، مصر على البنطلون الضيق، مصر على التعطر، مصر على النمص، مصر أنت على القرود الربوية، مصر على أمور كثيرة أنت لا تريد أن تتركها، لكنك ماسك مسبح وعمال تستغفر. أنت تسيء للمتابعين في تعليقك إذا علقت. انتبه كيف تعلق. بارك الله فيكم، ولا نترك سورة البقرة أبدا، هناك تحصينات إن شاء الله لازم تتحصن بتحصينات أذكار الصباح والمساء، وتشغل سورة البقرة داخل البيت، ترش البيت في الماء المرقي، أذكار الصباح والمساء والليل، نعم، وأتاجه الذكر 100 مرة، وأعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق لربما 300 مرة تكررها هذه عندما، وسأضع روابط كيف نقرأ سورة البقرة، يعني روابط في التعليق الأول دائما، الروابط أقفال سورة البقرة بالتعليق الأول إن شاء الله. ومن له سؤال فليسأل، وبارك الله فيكم، عشان إحنا لازم نصل إلى كيف إن كنتم تريدون أن يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله، فنتبع كما لا يزال عبدي يتقرب إلي، وأخلاق ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا نشرك بالله الشرك الخفي، وتكون أخلاقنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نعم هكذا إن شاء الله حتى يحبون الله ويصطفينا من بين الناس ويبدأ يفتح علينا بالعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، وحافظوا على سورة البقرة والاستغفار، ولا يعني لا نترك باقي العبادات إن شاء الله. الله يبارك فيك وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أبين كمان الوسواس القهري وهي المشاكل وكل الأصحار اللي بتقول 20 سنة 30 سنة، الذنوب اتركها، الذنوب اتركها هي السبب، ثم خذ أقفال سورة البقرة، سأضع روابطها، اتفحصها وعمل بها تحصن، وأترك الذنوب، اترك التبرج، اترك الغيبة، اترك كل هذا الأنا الشرك الخفي، وابدأ تقرب إلى الله حقيقة، جفف منابع التي ينمو فيها هذه الشياطين، نعم دير بالك من التماثيل داخل البيت، كلاب أجلكم الله، صور وهكذا، هاي الأمور صور مش فوتوغرافية قالوا العلماء، يعني رسومات نعم لأشخاص أو أحياء أو تماثيل، هاي انتبهوا لها وأخرجوها من البيت، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.